صارنا 16 سنة لازمتنا عبارة عن أحزاب. أحزاب إيش قدمت لهذا البلد؟ عبارة عن حروب وحروب جبناها. إحنا عن أبسط من تطلبات الشباب، أنت شاب عراقي عايش هاي الأجواء وأنا هسه وجميع أخواتنا وشوف هاي الشباب المنتفضة، الله شاهد إحنا ليس من المخربين، ويدعون إن إحنا مندسين، لا إحنا مندسين صحيح بيمن بحب العراق، حب هذا الوطن، جعلنا يعني ما عنده انتماء الوطنة والله لا خير بي. يقولون عليكم انتم جوكرية. صح، وطاقوا علينا غير، سموانا ولد رفيقة ولد البعثية ولد بعد التتعافى المصطلحات، ولد السعودية ولد السعيد، احنا ولد العراق، احنا انتمينا لهاي الارض وما راح نعوفا الله شاهد، اما نضحي بيها او لا، وان شاء الله النصر قريب وحليفنا. هذا التصعيد يعني الى مدة محددة وينتهي؟ مستمر التصعيد، مستمر الحين تحقيق المتطلبات. المتطلبات هي عبارة عن اشياء بسيطة مثل ما حكينا احنا بالبداية، سوونا ابسط خدماتنا وما رشي، يعني 16 سنة يعني حق ابن النفط ضايع، عوفنا من الحق، يعني وزارة الصحة ما عندي تعليم بالعراق صار عبارة عن رديء. احنا طلاب جامعة والله العظيم، من تروح حتى من تسأل طالب جامعة عراقي مهتزل، يعني عيب والله العظيم، بس ما تسيطر، تحكي لا حياة الا ما تنادي. احنا شباب الديوانية ومحافظة الديوانية انتهت المهلة ويا الحكومة، واليوم آخر يوم، اليوم تصعيد على مود نقطع الشوارع، على مود الحكومة تسمع مطالبنا، تعرفنا احنا شو نريد، صار أكثر من 100 يوم احنا طالعين بالساحة واللي بالشوارع واللي بالتحرير وكل المحافظات نطالب بحقنا كشباب كطلاب كخريجين. نريد الحكومة تنتبه لهذا الشعب، للشباب. اليوم كل الشباب طالعة على الشارع على مود تقطع الطريق بين النجف والديوانية على مود التصعيد، ونريد من الحكومة تعرف انه هذه الشباب اعطتها مهلة واليوم آخر مهلة بالأيام القادمة إن شاء الله.